أهلا بك، هذا الفيديو حول مبادرة سفير فلسطين. ما هي المصادر التي يمكن أن تساعدك في التحضير لاختبار سفير فلسطين؟ ليس هناك مصدر واحد للدراسة لهذا الاختبار. صحيح أن منصة التعلم فيها 8 وحدات دراسية، لكن لا يجب أن يكون فقط محصورا اهتمامك بالمنصة التعليمية. المنصة التعليمية تعطيك الأساسيات بالطبع، لكن هذا اختبار لتقييم المعلومات العامة عن فلسطين والمهارات. نحن نزودك بقائمة من المصادر المجانية التي تساعدك على التحضير للاختبار. معظم هذه المواد هي أفلام وثائقية لتستمتع بمشاهدتها، أفلام جميلة نتعلم منها أشياء جديدة. كما أن الوثائقيات تساعدك ليس فقط في المعلومات، لكن معرفة فلسطين بصرياً، لأنه لا يوجد شخص واحد فلسطينياً كان أم غير فلسطيني مسموح له أن يزور كل أجزاء فلسطين التاريخية، ولا واحد سيقول لك أنه مسموح له أن يزور كل أجزاء فلسطين التاريخية، وهذه مشكلة، معناها أننا لا نستطيع بصرياً أن نرى فلسطين رؤية العين. هناك أيضاً كل أنواع المواد الأخرى في منهج منصة التعلم، هناك أفلام درامية، هناك أنيميشن، محاضرات مصورة نستضيف فيها خبراء، هناك الكتب بالطبع سواء روايات أو كتب تاريخية ومواقع إلكترونية. كلما تعرفت أكثر على هذه المصادر ستستطيع التعرف أكثر عن فلسطين. فعندما تنهي القراءة والمشاهدات للمواد الموصى بالاطلاع عليها، سيكون هناك باستمرار محاضرات عبر الإنترنت، عبر الويبينارز، لتساعدك على تطوير مهاراتك في تقديم فلسطين بالطريقة السليمة، ولتستطيع أن تسأل في منتدى النقاش عن أي شيء يشغل بالك أو أي شيء غير واضح. فقط تابع معنا على palambassador.org.